متتبعي قناة سانفاس بريس، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كازا سيتي. في هذه الحلقة غادي نرجعوا لكأس العالم ومدينة الدار البيضاء. فاش تم الإعلان على أن المغرب غادي يتمنوا كأس العالم، خرج البعض يقول بأن هذه فرصة لمدينة الدار البيضاء باش يعني دير واحد الإقلاع حقيقي وتستافد من تنظيم كأس العالم، ولكن أصوات أخرى ظهرت قالت واش أصلا الدار البيضاء ستكون من المدن التي ستستقبل كأس العالم 2030، علما ان يعني حتى المشروع الكبير تاع الملعب ديالها يعني تم الترحيل ديالو الى مدينه بن سليمان عوض الدار البيضاء. من اجل يعني توسيع النقاش حول هذه القضيه دي نستضيف كل من السي هشام جرير رئيس جمعيه اسهام مدينه الدار البيضاء، وايضا السي عبد الله ابو عقيل عضو بمجلس مقاطعه المعارف مدينه الدار البيضاء. سي هشام مرحبا بك. شكرا استاذ بوستاش، شكرا للمنبر الاعلامي الجاد والمهتم مدينة الدار البيضاء، وحسن الشرف باش نناقشوا هذا الموضوع لانه يعني يفتح الشهيه ديالنا باش الدار البيضاء تولي في الاوج ديالها وتولي الدار البيضاء تربى المثل. شكرا السي هشام. السي عبد الله مرحبا بك. بارك الله فيك. غير نسيتي تقول باللي عضو ايضا في مجلس المدينه، داكشي عندي البم الدار البيضاء بصفه عامه مش غير المعارف. سي هشام، بدايه واش الدار البيضاء من المدن التي ستستقبل كاس العالم 2030؟ فعلا هو الخبر ديال استضافه المغرب كاس العالم على الصعيد الوطني، لان وقع على الصعيد الوطني يعني كاين يعني مو اقتصادي اجتماعي تنموي يعني حتى جو سياسي، لان المغرب غادي يلعب واحد الدور كبير على مستوى الاقليم وعلى المستوى الدولي. والدار البيضاء للاسف لم يكتب لها باش تطور واحد التطور كبير. احنا الامل ديالنا ان شاء الله في هذا الكاس العالم ومتمنياتنا يعني للمجالس المنتخبه والسياسيين ويعني الاداريين باش يقوموا بهذا العمل الكبير وانزال يعني المشاريع التنمويه اللي استطلع صاحب الجلاله، ونتمنوا على الله لان هذا واحد رهان كبير باش الدار البيضاء، لان دائما تلقى في المشاكل ديما تلقاو يعني ملاحظات صاحب الجلاله غضبه ملكيه. هذه هنا الحال الاوان باش يعني كل شيء يشمر على السعيد ديالو وينطلق بمدينه الدار البيضاء، لان الدار البيضاء خاصها عمل وعمل كبير وجاد، ويعني نسالخو من ديك يعني المشادات وهذه. خاصنا كل شيء يفكر لا مشمد لا مواطنين لا سياسيين لا اداريين يفكروا باش الدار البيضاء باش تطلع باش يعني تكون ضاهي للدول العالم. وكما تعرف بان عده دول عده مدن يعني ازدهروا بالكاس العالم، يعني تكون مداخيل تكون سياحه تكون يعني نتمنوا على الله نتمنوا على الله باش تكون هذه، وحنا نتفائلوا ان شاء الله. وحنا كجمعيه المجتمع المدني وكساكنه غنحاولوا حنا نديروا يد الله في هذا الشيء ونتمنوا على الله، لان كاين رهان كبير 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 بزاف. واخا بالنسبه للسؤال المباشر، واش الدار البيضاء من المدن اللي غتستقبل كاس العالم 2030؟ انا كما كنقول راه بالنسبه لي الدار البيضاء مقصيه من الاستضافه ديال كاس العالم، ما كايناش شي حاجه كتشير باللي الدار البيضاء عندها ما يفيدها في تنظيم كاس العالم. اللي قلتي راه الملعب في بن سليمان كيعني باللي يمكن الدار البيضاء تستضيف واحد المجموعه من الجماهير ولكن ماشي كامله. باش نتفاهموا، راه الا كان عنده شي حد جاي على واحد الماتش في بن سليمان راه يقدر يختم في المحمديه في الرباط، الا كانت الرباط مدينه مستضيفه راه غيكون سهل عليه يسكن في نواحي ديال الرباط باش يكون عنده ملعبين عوض ملعب واحد. دونك على ما كيبان انا اللي خايف منه هو وتا هذه المساله ديال الاستضافه ديال كاس العالم، راه ديما كنقول راه ما كنسمع الخطابات اللي كاينين راه بحال كنقارنها بواحد اللي غيجي غنجي غنقول لك انا غدا راه نجي اجي راك معروض في المطار فلان فلاني اجي راه كاينه الضلعه كاينه هذه كاينه هذه كاينه هذه وما ندويلكش على الفاتوره في الاخر. يعني كاس العالم راه كاينه فاتوره في الاخر، بحال اللي قلت انت كاين بلدان اللي ظهروا من هذه، ولكن اخر بلد اللي خدات اللي استفدت من تنظيم كاس العالم هي الولايات المتحده في 94. من 94 الى اليوم الى يومنا هذا راه كتخسر الفلوس في الاستضافه ديال كاس العالم. راه هذه المساله هذه ما خصناش ننساوها، واللي خايف بالنسبه للدار البيضاء هي نصدقوا بحال الا، وهذه هي الخرافه اللي كيعاودوا لنا دابا ديال الملعب في بن سليمان، وفي نفس الوقت كتقول لها راه الملعب ديال الدار البيضاء. اللي خايف منه هو الدار البيضاء تجي
وتخلص واحد المجموعه ديال 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 هدف ديال المشاريع ديال البنيه التحتيه باش توصل من الدار البيضاء لبن سليمان بدون استفاده بالنسبه للمدينه. سي هشام، بالنسبه لكاس العالم دابا انت قلت لي بان خصنا نستثمروا سي عبد العقاد، قال لك اصلا الدار البيضاء غير من المدن اللي يعني تنظيم كاس العالم، ما تشوفش ان يعني كما قال سي عبد الله بان الميساج كان في ترحيل الملعب ديالها الكبير، يعني كان عوضا ما يدير هذا الملعب مثلا في منطقه العراويين، يدير منطقه يعني مديونه اقرب للدار البيضاء، تم ترحيله الى مدينه بن سليمان، ما تشوفش هذا اول رساله بان الدار البيضاء يعني ماشي من المدن اللي تنظيم كاس العالم. وشنقول لك سي وسال بان يعني الترحيل ديال 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 الملعب لبن سليمان هو ما جاش غير هكاك، يعني كانت دراسه، وكان كما تعرف دابا المركب ديال محمد الخامس ملي تكون غير ماتشات غير يعني بين الوداد والرجاء راه مشكل كبير، يعني مشي سيروا الجولان، يعني المحلات التجاريه تتعرض لبزاف المسائل. انا تيبان ليا كل ما بعدنا التيران على الموقع ديال السنتر ديال الدار البيضاء مزيان، اوكي كان كاين محيط على الدار البيضاء يعني كيستقبل هذا الملعب الكبير. سيرتو ان هذا الملعب الكبير كان تم الحديث عليه في بوسكوره شويه تم الهراويين، ولكن من بعد يعني تم الترحيل ديالو. واش نقول لك، مادام ان القرارات تخاد ما محبذ على يكون في هذه المناطق هذه، ولكن لحد الان راه القرارات تخاد دابا في بن سليمان. يعني اش نقول لك، يعني مزيان يتخاد في يدير في بن سليمان. انا بجيت النظر ديالي بسليمان، علاش؟ لان ملي غدير الملعب في بن سليمان راه انت مجبر باش تصاوب المحيط ديال الدار البيضاء باش تستقبل السياحه، تستقبل يعني عده. ولكن السي عبد الله قال ان الناس غيكونوا اقرب مدينه الرباط على مدينه الدار البيضاء، الرباط تكون من المدن اللي غتنظم كاس العالم، يعني حتى قضيه السياح كما قال السي عبد الله ما غاديش يكونوا مطروحين اصلا مدينه الدار البيضاء. وعلى حتى المستوى الاوروبي راه تلقى تيرانات بعد على السنتر ديال سميتو، وهذا غادي نستافدوا حنا كدار البيضاء، يعني غتولي مواصلات بين اقرب المواصلات تقرب يعني يعني التنقل داكشي غيولي مزيان، لان غتصدر مدينه بن سليمان المحيط ديالها. انا مع الفكره ديال بن سليمان، لان انا بانت لي شخصيا انا مزيانه. علاش؟ لان الا ركزنا على الدار البيضاء بوسكوره داكشي ما غيبقى ديما كشي ضاد. دابا كما تعرف دابا لان هاد الباسواي وهاد الترامواي راه كاين اختناق مروري كبير، ما بالو كان غنزاد عليك واحد الفئه كبيره عاوتاني ديال السياح وديال هادي، راه كاين مشكل كبير. هذا هو وجهه نظري. غير راي اخر السي عبد الله تيقول بان الصوره ديالك انت شويه تشاؤميه، علاش؟ لان الدار البيضاء يعني اسم كبير على مستوى المغرب، وانه كاس العالم غادي يساهم في ترويج شعب مدينه الدار البيضاء، الناس غادي يجيو يكتشفوا الدار البيضاء، كاين مشاريع كبرى على مستوى الدار البيضاء تبدا تدار، يعني غيكون فائده الدار البيضاء بهذا كاس العالم، ما يمكنش نلغيوها بهذا الشكل اللي تتهضر عليه انت. انا ما كيدهرليش باللي هي نظره تشاؤميه، هي نظره واقعيه. يعني ما كاينش ملعب ما يمكنلكش تحسب الدار البيضاء كمدينه مستضيفه لكاس العالم. ما يمكنش تحسبها في المدن المستضيفه لكاس العالم. هذا هو الجزء الاول. هذا الشيء ما كيعنيش باللي يعني في الهامش ما غاديش تستافد من شويه ديال السياح ولا هادي، ولكن في الهامش هذا هو الفرق. راه خصنا نعرفوا عاود علاش 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 تندويو. بن سليمان ما قريباش، بن سليمان ما قريباش من المدينه ديال الدار البيضاء، هذا واقع. بن سليمان راه نزله في هادي، وبحال اللي كنقول لك راه غير دائما علاش دائما تيقولوا الملعب الكبير لمدينه الدار البيضاء وترويج مدينه الدار البيضاء يعني في دابا. انا عندي مشكل في هذا الخطاب، عندي مشكل في هذا الخطاب. لماذا؟ حيت راه كاينه واحد المساله اللي حنا عارفينها كبيضاوه، ياك كاين واحد الصراع بالنسبه للدونر. ومن ديما كاين واحد الفئه اللي كتقول لك هذاك الملعب خصو يحيد، مابقاش ندير ياك سي جرير قلتي راه ما كاينش هادي، هذا غير صحيح. على ما كنعرف الاغلبيه مثلا ديال الملاعب في لندن راهم وسط المدينه، ولكن سوتي الساكنه ديال مدريد ياك البرنابيو وسط المدينه. يعني الملاعب بصفه عامه اش كيكون باش كتجي كتحاول كتنجز ملعب اول حاجه كتفكر ليها هي لا سيركيلاسيون، ياك المنافذ اللي غيديو الملعب واللي غيخرجوا من الملعب. يعني كيقول لك حتى من الناحيه ديال الامن راه اهم حاجه كيحضيو ليها هي الخروج. يعني كيحاول ما امكن اي نتيجه كما بغى يكون، زعما كتجي خص اخوان الملعب في واحد عرفتي في واحد الظرف وجيزو. حنا شنو وقع لينا؟ وهذه راه حتى الاستثمارات اللي داروا في الملاعب الاخرى
كان حطوا واحد الملعب في 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 في, في الخلال في الخلال وكان عطيو ليه طريق وجوج وتما اللي كيكون الاقتدار صح. الاقتدار اللي هضرتي عليه راه ما كاينش دونور، راه دونور كتعمر في نص ساعه وغتخوف 10 دقائق هذا هو داخل الملعب يعني داخل الملعب لان عندك مجموعه ديال الزناقي ديال هذا راه كل واحد فين هذا راه نيت هذا هو هذا هو هذه هي الميزه ديال الملعب داخل المدينه حيت راه كاين البنيه التحتيه هذه والمحيط كله ديال الملعب راه كيخلي داكشي راه الزربه كيخوى هو هذا هو يعني ما عندكش لا لا الملاحظه السي عباقيل على قبل يعني قارن يعني البرنابيو مع محمد الخامس اللي ربما ماش واش يعني تقرت سهوا يعني الولوج للمركب الخامس راه كانوا التذاكر كان مشكل ديال التذاكر راه قل من اللي داخل يعني الا دخلنا البرنابيو راه كل واحد تيكي ديالو غادي الكرسي ديالو يعني تيمشي يعني بقى الماتش 10 دقائق تيمشي تيلتحق بالكرسي ديالو دونور كان المشكل ديال التذاكر انا شخصيا وقع لي مشاكل عندي التذكره ديالو ثم نعتو باش ندخل للولوج الملعب تقول لك عندي التذكره ديالي بالرقم ديال هذاك الشيء وتلقى الشيء العامر انا عندي ابونمون ما دخلتش اه فوالا علاش دابا السؤال دابا السؤال يعني ها دونور وسندينا واش منظمينو واش كاين تنظيم ولا دابا السؤال ديالي انا كاين بعض تيقول ان العوض كنا نبنيو هذاك الملعب في بن سليمان وهذا يعني نعتمدوا على ملعب محمد الخامس ونديروا واحد اعاده هيكله تاع محمد الخامس كما الان تيتصلح ولكن تكون واحد الاصلاح شمولي تاع ملعب محمد الخامس وتات صوره تاع ملعب محمد الخامس لانه ما على مستوى مدن الدار بدا يتم الترويج ديالها ودابا دابا هذا محمد الخامس راه وصمه عار على المجالس السابقه والحاليه نهار عقلنا حنا تينا باغي تصاوب ديما غيتصاوب شحال ما تصاوبش حاجه ما تصاوبش بين التحت ديال دونور راه شفتوا الحاله ديالو كارثيه يعني المجلس اللي جا تيبقى تيغني الاغنيه خاصه كاينه شي نيه بان الملعب الخامس بعد بناء ملعب بن سليمان يعني يتم لا التخلص منه لا ما يمكنش حنا ما غاديش الكبيضاوي ما نقبلوش بان التيران يعني حنا كبيضاوي ما يقبلوش ولكن تكون شي نيه اخرى باش تخلص منه لان المنطقه تما كاين ما تنظنش لا ما تنظنش بان يعني المنتخبين البيضاويين والاداريين ما يطلبوا حتى واحد ما يقبل بانه راه يقبل بان دوره ما يبقاش ان اي واحد يعني غيداز بهاد فهاد المناصب ديال المستشار ولا اداري ولا قيد ولا عامل ولا شي حاجه لا دخل تي لاندونور وعنده ذكريات وعنده ما يقدرش يفرط فهاد الذكريات ديالو بان دونور يتحيد هو المشكل ديال حتى الجمهور خاص تساعدو حدا دابا لاش ديتي مغربي حطيتيه برنابيو راه غادي يدير الصف غادي يمشي للتيكيت ديالو والعكس صحيح لان الاغلبيه هنا تجيب تليفون انا دخلني هذا فهمتي عده باش نشرحوا بزاف عده يعني خروقات تخليك تضاد بواحد الشكل عشوائي اما الخروج راه بير بير باش حنا دخلنا التيران ماشي مره ماشي جوج راه باش تخرج من التيران راه مشكل خاصك تخرج ربع ساعه قبل ربع ساعه تما تتمرك التعادل ولا شي حاجه ما غتشوف لا تعادل لا ربح لا والو تجي تضيع الوقت داكشي زيد على المرافق الصحيه زيد على يعني الكلام النبي وزيد زيد 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 حبينا نشوفوا الحمد لله الامهات ويعني الناس بداو يوجهوا يعني الملاعب ويتفرجوا هذا مش خير ولكن باقي شي حوايج راه تنظر على من المواطن حتى للمسؤول المواطن هو عنده يد في انجاح هذا كاس العالم دابا قلنا بان الملعب الكبير تم الترحيل ديالو عمل لي من الدار البيضاء ولكن اللي بغينا الدار البيضاء تستافد من كاس العالم بطريقه او اخرى يعني فين الحوايج اللي خصنا نسيب ليهم هذا هو المشكل الاساسي اللي عندي دابا عندي مشكل مع كاس العالم مع تنظيم كاس العالم ومع في ما بعد كاس العالم حيت راه غير بحال دابا هذا الموضوع اللي طرحنا ديال دونار راه مطروح ماشي شي حاجه اللي هذه اللي غنجيو نقولوا لا حقا ما غاديش نمشي هذاك الملعب اللي كنقولوا عليه حنا بلاد ما نكونوا واقعيين ماشي حنا ماشي بلاد من العالم الاول لان ماشي هذا ياك على ما كنسمعوا اللي غيكون اكبر ملعب في العالم غيتبنى تما باش غتعمروا تدبا كتقول لي غيبقى دونار ياك فاش يتهلك كاس عام باش نعمروا هذا الملعب هذا باش غتعمروا شكون هما الانديه اللي عندهم جماهير باش يعمروا داك التيران ديال بن سليمان باينه يعني بلا ما نبقى راه شي مرات راه هذاك الشيء كان ماشي نظره تجاؤميه ولكن واحد الوقت راه خصنا نقراو المعطيات يعني شنو هو الميساج
ترحيل الجماهير ديال الوداد والراجع للتيران ديال بن سليمان. وإلا ترحلوا الجماهير للتيران ديال بن سليمان، ما الفائده من وجود دونور؟ يعني هذا هو اللي خايفته هو منه، راه ماشي شي حوايج اللي كندخلوا لهم، راه بحال الا دايرين. انا راه ما كنت كنتمنى داك الملعب الكبير يدار في الرباط ولا شي هذه اللي تبقى دابا. راه هنا عندنا مشكل، ما عارفينش حنا فين غاديين. مزيان انا راه ما عنديش انا مش فهمتي، راه المساله بحال اللي قلت لك، هذا هو ديك الصوره ديال المطعم. ما عندكش الفاكتوره، انت ما كتشوفش الفاكتوره، كلشي كاين. يعني اي واحد راه فرحان كاس العالم كيقول لك هذه وداك الشيء، علاش؟ حيت ما كنناقشوش الواقع اللي هو ماشي حفل، هو حفليه وعندو ولكن غيكون عنده تبعات ديالو، ولكن عنده تبعات ديالو. راه ما يمكنش نجي انا نقول لك باش نعطيك انا رايي، نقاد خصني نقارن ما بين اش غيجيب للبلاد وللدار البيضاء تنظيم كاس العالم واش غنخسروا فيه. ولكن إذا كان الخطاب كله موجه راه هو كاس العالم غنديرو فيه هادي، وما كندويش على الشطر هذا الاخر اللي هو شحال غنضيعو فيه. سي عبد الله تركز على الفاتوره تاع كاس العالم على المغرب كله ماشي غير على الدار البيضاء. واش نقول لك الفاتوره راه مش خصناش نفكروا في الفاتوره، نفكروا في كاس العالم. لا بالطبيعه الفاتوره، ولكن تنفكروا حتى الجانب يعني اللي غنربحوا من هذا كاس العالم. مثلا يعني ملي غنديروا كاس العالم غادي نفكروا في المستشفيات، نفكروا في يعني في البيئه، يعني هاد البنيه التحتيه، يعني المواصلات. راه غنربحوا شي حاجه عاوتاني، ماشي ما غنربحوا والو. يعني ملي غتجي ما غيكون دفعه باش نديروا استثمارات جديده في يعني هذا اشاره لجميع الوزارات، كل وزاره خصها ترد البال شنو خصها تنجح في هذه المهمه. مثلا كمثال ان تنعيش هذا الشيء ديال وزاره الصحه، ان لي زيرجونس راه عندنا مشكل فيه. يعني لي زيرجونس واستقبال وحتى يعني الموارد البشريه راه قليله في المستشفيات. الامن كذلك هو مثال، يعني خصنا نرونفور ديال الامن، المواصلات، يعني بزاف الحوايج اللي غيتبعوا هاد كاس العالم. وتنظر بان غادي يربحوا شي حاجه، ضروري يربحوا شي حاجه، حتى التنميه ديال بن سليمان. انا بزاف الناس دابا بيضاوي تيشرو بن سليمان، يعني هربوا من شي دار ضربوا لا بوليسيون ولا هادي. الدار البيضاء في التلوث راه مصيبه، راه الاغلبيه ديال الوداد دابا ما ديبربوا. دونور غادي يبقى كما قلتي، يعني الجمهور باش نعمروا، راه في الماتش ديال الديربي راه النص على برا، التيران راه عامر. ولكن ما يمكنش يبقى واحد الملعب خاوي حتى الماتش الديربي، لانك درتي استثمارات كبيره في ملعب بن سليمان، خاص يكون فيه الحياه. يعني ماشي درتي ملعب على قبل المباراه ولا مباراتين في الفريق. ودابا على الجانب الرياضي راه كاينه خدمه كبيره، حتى ليماج ديال كره القدم في المستوى العالمي. حتى تشوف الفوتسال، تشوف الدمي فينال ديال كاس العالم، راه يعني كاين رواج، ملاعب الكبرى خدامه، يعني كاين واحد البيبينيير دابا ديال 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 الشباب. على هذا القبال هنا حنا ما غنديروا والو، ما بني ولا تيران لا والو، حيت ما عندناش الجمهور، ما عندناش اللعابه، صافي ربي يدينا، ما نديروا حتى شي حاجه. نديروا خصنا نديروا شي تيران. راه حتى جو سياسي، راه خاص تقول اكبر ملعب في العالم في كيف المغرب، راه ميساج الصورة المغربية. انا كنعتبر بلي الصورة مهمة. انا راه شوف باش نعطيك انا كيفاش تاريخي مع كأس العالم، وراه ملي قلت ابوني راه ماشي ما كيدويش معاك واحد اللي ما مهتمش بالكرة ولا زعما راه عندي غرض نقدر هذه، راه كنموت على الكرة. ولكن اللي بان لي هو في نفس الوقت هي اكبر هذه مسيرات ضد تنظيم كأس العالم كانوا في البرازيل اللي هي البلاد ديال يعني علاش؟ حيت هما فكروا في الشطر الثاني اللي كندوي عليه. واحد الوقت كتجي كتقول لا تساين، انا فرحان وهذا مزيان، راه ما كرهتش انا، راه ماشي هذا. شكون كاره؟ لا البرازيل يعني ضمت كاس العالم، حنا في المغرب يعني تبعنا بالحلم تاع التنظيم تاع كاس العالم، هذا هو الفرق. يعني بغينا نضموا واحد كاس العالم ونفاتوا. شوف انا شكون كنقول؟ كأس العالم تنظيم، لا كأس العالم ولا الألعاب الأولمبية ولا هذه التظاهرات الكبرى الدولية، وهذه هذا هو اللي المعطى الأول، هو أن منذ التسعينات أي بلد منظم الآن من التسعينات إلى اليوم ياك كيخسر الفلوس، هذا هو الواقع. يعني ماشي أي بلد منظم، لا الألعاب الأولمبية لا كأس العالم، في الأخر الفاتورة ياك ملي كتبان راه فاتورة
ديال هذه ماشي ديال الضحك. هذا هو اللي 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 تنقول هذا. داكشي راه كاين هذوك لي بروتيستاسيون، داكشي راه ماشي شي حاجه اللي هي اللي هي عاديه. بغينا نعطيو صوره للعالم حاجه اللي كنت كندافع عليها بغي الكره هذا وداكشي كله كنقول الناس. هادشي في 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 لا كانديداتور ديال المغرب في كاس العالم باش ينظموا بوحدو ياك. وتا هادي راه كطرح سؤال، راه الا ما تعطاناش راه باش نكونوا واقعيين، راه الا ما تعطاناش حيت ما قادينش. دابا تعطانا مع اسبانيا مع هادي وهادي وما كان حتى شي منافس، يعني بحال شديناه اوتوماتيك. ولكن ضروري نتسائلوا تسايم، كانوا قالوا لنا بلي ما قادينش، دابا راه عندنا زعما طاح فينا هادي واش بينا قادين؟ لا الواقع هو هذا، زعما عاود نكونوا شويه فهمتي نطراو عند الميساج ونقولوا راه هذا هذه غنقدوا عليها، هذه ما غاديش نقدوا عليها. من الحوايج اللي كنت كنقول انا بالنسبه للصوره ديال المغرب في العالم وهذا، تنقول هي تظاهريه دوليه مهمه ولا كيحضر كيتزاد الجماهير اللي مهتمين بهذه المساله هذه اللي هي الكره النسويه. كون ضمن كاس العالم الكره النسويه زعما معناها غنفكوا المشكل ديال الصوره، ما غيتقامش علينا بزاف حيت راه ماشي بحال الملايين كينزلوا عليك وهذه وخصك دير بهذا ياك. وعندك هذه بلد اسلامي كينظم هذه وداكشي راه من الناحيه ديال الصوره كنا دايرين فيها واحد البيلون. هذا هو اللي كنقول لك، هذا هو الا ما حسبناش بهذه الطريقه واش غنربح واش غنخسر وندير داك ديك لا بالونس ونقول شنو شنو. هادي راه شي مرات كندخلوا شي حوايج اللي ما كنفكروش ليهم، غير زيد غير زيد نقود وشوف شنو غادي توصل. واو الفاتوره ماشي غير جات في كاس العالم، تشوف هاد الفاتوره ديال الدار البيضاء شحال من جيز داز عليها، باقا الدار البيضاء هي الا دخلنا الفاتوره راه خاص كاع المجالس اللي دازت تعقبات راه خاصها نيت محاسبه ديال بصح. باقا الدار البيضاء فيها الحفاري، باقي فيها العربات المجروره، باقي فيها هذه، ما غنجيبوش لكاس العالم لان كاس العالم قلبوا على الفاتوره وخليوها. دابا كاس العالم هذا هم راه يعني فرصه، هم راه كنهزوا صاحب جلاله وكان اشتغل فيه هو شخصيا، يعني راه واحد ليماج غتعطي للمغرب. يعني الموروكو كاين دابا غير في الدمي فينال شحال من دوله ما كانش عارف المغرب. يعني حتى الجماهير لعبوا واحد دور دبلوماسي، دور يعني دار واحد ليماج كبيره موروكو، يعني حتى كان واحد العائدات سياحيه كما قلت لك مؤخرا في مراكش راه ما تلقاش فين يعني حتى الاسم تاع المغرب بقى يتروج خلال مده تاع كاس العالم. حتى الموتور دو ريشيرش جوجل راه طلع بواحد النسبه عاليه اجاني تيوك المغرب تيدخل جوجل احصائيات دارت ما بالوك ما غنحتضنوا يعني الفينال. راه كاينه مراكش، كاين اكادير، كاين فاس، باقي دابا ما تفقوش على الافتتاح، ما عارفينش حتى العدد ديال المباريات اللي غيتلعبوا. على الافتتاح كان في الارجنتين، جري الافتتاح غير في الارجنتين هذاك باين ديال سميرو هو اللي الدار البيضاء. شوف انا غير بعني كلمه موروكو تبان في العالم، انا فخر ليا كمواطن، يعني كمواطن واحد الملف اللي شغل عليه سنوات سنوات، كاين واحد الحركيه، كاين واحد الشغال، كاين واحد الحماس على مستوى الدبلوماسي فاش يعني شاركنا المغرب مع اسبانيا والبرتغال شي العلاقه الثنائيه كيفاش غادا مزيان مزيان. انا من جهتي انايا شوف الفاتوره جينا نهضروا على الفاتوره شلا ميد كاع الفاتوره سي سي هشام باش نختموا الحلقه ديالنا. المنتخبين على مستوى مدينه الدار البيضاء اش خصهم يديروا في هذه المناسبه تاع كاس افريقيا وكاس العالم؟ كاس افريقيا دابا واحد الابواب 2025 وجي كاس العالم 2030، شي مهم اللي خص يديروا هذا المنتخب؟ خاص ينسى راسو بان منتخب ويولي بيضاوي ولي مغربي. انسان مغربي لا حتى مغربي راه فيها تحيدوا الكاسكيط ديال الاحزاب ويشمروا على يديهم وينجحوا هاد يعني ينجحوا هاد التظاهره ويعطوا ليماج زوينه لنا، يعني يعاونوا قائد البلاد في تلميع الصوره ديال هاد البلاد ونساو الخلافات السياسيه ونساو جميعا ويشمروا على يديهم ويكونوا عيالات ويكونوا رجال وينجحوا هاد التظاهره ويرجعوا الدار البيضاء للاوج ديالها، لان الدار البيضاء خاصه بزاف ما يتقال. مثلا نعطيك مثال التاريخ ديال الدار البيضاء، علاش ما يداروش واحد ديبليون مثلا ديال التاريخ ديال الدار البيضاء؟ شنو هي الدار البيضاء؟ اش كانت الدار البيضاء؟ شكون هما العائلات الكبار في الدار البيضاء؟ يعني بريزونطاسيون ديال الدار البيضاء، ليماج خاص الدار البيضاء على مستوى الجميع جميع جميع المجالات البيئيه الاقتصاديه الاجتماعيه حربات الملك العمومي. خاص الحرس يكون على مستوى ترويج الصوره تاعها. الصوره خاصها يعني يحاولوا يحاربوا يعني ذوك اونتي البكتيري ديال اللي غتقدر
تقدر تهبط المستوى ديال مدينه الدار البيضاء. الدار البيضاء تستاهل وبيضاويين يستاهلوا، والدار البيضاء راه نقولوا هي المغرب، هي ليماج ديال المغرب. راه الدار البيضاء راه كما تعرف غادي توسع. احنا ما تنكروش بان كاين اشغال على مستوى الطرقات، يعني المداخل ديال مراكش مديونه كاين تحرك. احنا ما نكروش يعني، ولكن حنا كبيضاويين طماع، خصنا مازال نشوفوا الدار البيضاء في الاوج ديالها. كي كانت الدار البيضاء كي كانت شحال جميله، كانت الدار البيضاء جميله. ولكن للاسف المنتخبين خصو يغيروا النمط ديال الاشتغال ديالهم ويغيروا شويه على مدينه الدار البيضاء. سي عبد الله، انت منتخب من المنتخبين، يعني الدور ديالكم كبير في هذه المناسبه، سي كاس العالم وكاس افريقيا داخل وجهه مدينه الدار البيضاء. واش تحس بان الدار البيضاء قادر دير التحدي؟ انا نقول بكل صراحه، ماشي كاس افريقيا ماشي مشكل، كاس افريقيا ماشي مشكل، حيت من واحد الناحيه راه المغرب واجد لكاس افريقيا، راه كان غينضم المغرب يكون ما تلغاش هذه، راه ماشي شي حاجه اللي هذه. راه كاين واحد بعض الاشغال اللي كيداروا اللي بداو ما غاديش كاس افريقيا ما غاديش يخلق مشكل. المساله ديال كاس العالم حاجه اخرى، هذا هو اللي تنقول، ماشي هذه راه حيت ماشي نفس الميزانيه، ما كندويش على نفس الميزانيه. لا انتما كمنتخبين ما كاينش ولوج ديال ملايين في البلاصه. انتما كمنتخبين داخل وجهه المدينه، واش مستعدين لكاس العالم؟ تتحس بان كاين يعني كاين واحد كاين خطاب كاين على المستوى الوطني. لا داكشي اللي تنقول لك دابا راه جاوبتك، كاين خطاب، ما كاينش شي حد اللي كيجي كيطلع للمنصه ما كيقول لكش السي ودابا وحنا راه هذا راه سوف وهذه وكاس العالم. ولكن عمليا ما كاين والو. ولكن في نفس الوقت تنقول بحال اللي تنقول دابا راه فيها نقاش ني تجاري كيقول لك راه عنده الصح، يقول لك راه هادي والدار البيضاء وما كيدير هادي وما دارش واحد الخدمه وهادي. انا من الناس اللي كيعتبروا باللي ما كنديرش انا واحد العمل باش ينبسط التوريست. الا كان المغربي فرحان بالمحيط ديالو حتى التوريست غيفرح بهذاك المحيط، راه ماشي هادي. راه هذه المساله ديال نقلب على لا حقا وراه غيجيو لي توريست وعندك والصوره ديالي ما كنحملش هذا. راه هادي راح خسر راحه تكون بول المواطن وفاش غيجي لك السياره. شوف السائح ما عنده حتى شي، شوف الا لقى واحد المحيط اللي مرتاح فيه المواطن ديالنا راه هو غيرتاح فيه، ماشي شي حاجه نبداو بها. ثاني حاجه كاين هاد المساله ديال الشفافيه، وهذه واحد الغموض بالنسبه للميزانيه ديال داكشي كامل. واش واحد فيكم يقدر يقول لي بشحال غيتقام؟ ومني كنقول بشحال غيتقام ماشي غير الملعب ديال بن سليمان، ولكن اشغال كل الاشغال صاير راه ما حد داكشي، راه داكشي خيالي. انا كتقول لي الدار البيضاء ما كدير والو، انا كبيضاوي وكمغربي تنجاوبك، الميزانيه ديال الدار البيضاء 4 مليار ونص ديال الدرهم، هادشي اللي كاين حاليا، شحال غنخسروا في داكشي؟ راه هذا هو فهمتيني تساؤل على كاس العالم. راه ماشي من جهه، راه ماشي كما ما عرفت بينتيها بحال الا كاين اللي ضدها غير باغي يدير فيها هذه وكاين اللي هذه. لا انا تنعتبر باللي بجوج وطنيين، غير تنشير لواحد المجموعه ديال الحوايج اللي ضروري تناقش، وما يمكنش تبقى هكا في الغموض وما عارفينش. ما عندنا بلان، ما عارفين حتى كيفاش غيخرج، ما عارفين حتى الصوره ديال داك الشيء. راه في الرباط هذيك حاجه اخرى، ولكن هذا راه هدمو استاد وما عارفينش اش غيخرج من داك الشيء. دابا المشكله المنتخب ما عارفش المواطن اش غادي، وهذا الشيء اللي تنقول لك راه هذا راه في حد ذاته راه مشكل، اشكاليه، اشاره خطيره ليا. راه صعيب الواحد ينخرط في شي حاجه اللي ما فاهمهاش ما حاسبهاش ما عارف عليها حاجه. يا كل هذا شكرا هذه هي المسؤوليه. شكرا سي عبد الله، شكرا على قبول الدعوات الشيخ. شكرا العفو استاذ، شكرا لكم انتم على هذه الغيره هذه، ولا نتمنوا خير ان شاء الله. نتمنوا خير ان شاء الله. متابعين متابعي قناه فاسبريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كازا سيتي.